هو الاشي كتير صعب الوضع اللي بمر فيه فلسطين وغزة، بس اكيد احنا جايين لهون نمثل اسم فلسطين ونمثل الوطن ونمثل الشهداء والجرحى والاسرى، فراح يكون حافز كبير لإلنا ان احنا نلعب ونعطي قد ما بنقدر، نعطي اللي عندنا عشان نفرح الشعب. بالنسبة للي بصير في غزة وبالنسبة لمشاركتنا احنا، هذا هيكون دافع نحن نلعب عشانهم، عشان الدم النازف بالعز في قطاع غزة. إن شاء الله احنا بنقدم كل ما بنملك من طاقة، من قوة، من شجاعة، عشان نفوز ونفرح أهالي الشهداء ونفرح أرواح الشهداء اللي راحت، ونطيب خاطر الجرحى في قطاعنا الحبيب. اللي بيصير في فلسطين طبعا مؤثر بشكل كبير للاعبين وللأمة الإسلامية والعربية أجمعا يعني، لكن هذا الإشي بيعطينا دافع إنه احنا نقدم رسالتنا ونقدم كل ما عندنا لنقدر نفرح شعبنا المظلوم وننصر يعني القضية الفلسطينية إن شاء الله. فلسطين محتاجة الدعم من الجميع، وفلسطين محتاجة وقف الحرب ووقف نزف الدم في قطاعنا الحبيب، وما بالكم احنا في محفل دولي كبير. ادعمونا وكونوا معانا وشجعونا، واحنا ان شاء الله بنبيض وجهكم.